الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين، وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد، فاننا في بدايه الحديث نعلم حزننا العميق على الملك فيصل وما حدث له، ونسأل الله تعالى ان يغفر له ويرحمه وان يسلكه في عباد الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعل من بعده خير الخلق لخير الخلق، وأن يوحد الأمة الإسلامية ويأخذ بيدها إلى ما يحب الله تعالى ويرضى. الواقع أن موت الملك فيصل صدمة وضربة ليست سهلة، لكن هذا قضاء الله وقدره، وما من يوم إلا والذي بعده صار منه. وستبدو الأيام الكثيرة الذي يستبان منه مواقف هذا الرجل، خصوصا بالنسبة القضية العربية التي هي قاسمة الجهل ونقطة الفتح، والتي هي امتحان، أكبر امتحان للأمة العربية والإسلامية. وأنا أعلم من هنا أسفي وحزني على ما صنعته إذاعة السيوط اليوم. نفتح أي إذاعة نجدها بتقرأ قرآن، إذاعة العرب بتقرأ قرآن، إذاعة الثاني بتقرأ قرآن، وإذاعة السيوط بتغني. أنا لسه داخلين الراجل امبارح، والحجاب سنة ثلاثة أيام. من سنين مالي دخل بالطرق النظم اللي خاصه باي دوله، لكن انا تصعب لي الشعور كمان. واحنا مؤمنين بانه كان رجل الموقف كله، وان القضاء كلها كانت بتتحرك من حول هذا الرجل، وياتي احد انكر ذلك، العدو والصديق. فمن الصعب ان احنا نسمع اغاني السيسن، الاغاني العاديه الممدوده الرائعه، فيما تذكر في مثل هذا الوقت تبقى الصدمه شديده جدا جدا، وكان شيئا لم يحدث، وكان انساء ملك من نوع معين فريد. الامه تبحث عن مثله، رجل يقول لهم اتفضلوا عندكم جنود المملكه السعوديه، موجودة في أمريكا، موجودة في أوروبا، خذوا منها للجيوش وللتسليط ما تستطيعون، وللمقاومة خذوا ما تؤتوا من أجل القضية. يقول أنا لم أستريح حتى أصلي في المسجد الأقصى. يقول أعلنوها جهادا في سبيل الله، واتخذوا حول راية الإسلام. ودي كل مشكلة لما بعد فترة عن القضية، بعد عنها حين كان في الأطراف تنادي بإبعاد الإسلام عن كل القضايا، فانكمس الرجل ولم يمنسه وبلد. لما بدأنا نشعر بخطأنا ونمد إيدنا للإسلام شيئا ما، فتح صدره وبلده. فالواقع إنه مصيبة كبيرة
ونسأل الله تعالى أن يجد في هذه الأمة من الرجال من يصلحون الأسد بأيديها إلى شاطئ النجاة. نمرة واحد. نمرة اثنين تعليق خفيف. احنا كنا باستمرار بنقول لسنا منصبين. انا نفسي تقرا اللي من عند كتاب السلوك الاجتماعي. انا مستعد بدون اعاره لمده اسبوع يقرا المئة صفحه الاولى فقط. لان الحقائق اللي فيها في منتهى الخطوره. بس تقرا بامعان ودقه. لأي واحد طارق ما يجيش مثل بعض الأخوة يقول أنت تكتب بالكلام ده فلان أو علان أو المجموعة الفلانية. لا، أي واحد بيكتب بيحاول أن يعالج الخطأ ويضع الصواب. لا يكتب أشخاص معينين، لكن يكتب الأفكار نفسها، يكتب الأوضاع الخاطئة. أما الأشخاص فبطبيعة الحال أشخاص ليس لهم دوام، لكن المبادئ والأصول اللي احنا بنضعها للشعب هي اللي لها الدوام. فبقينا بنتعود إن احنا نستنى ولا نقرأ فتلك مصيبتنا، نقرأ ولا ندرك فتلك اعظم من المصيبه الاولى. يبقى نحن هنا هذا في اول الكتاب بقول من ضمن المصائب اسباب المصائب التي حلت بالامه وتاثر هذه الامه وبعدها عن الاسلام وعن النصر والسلامه والحياه السليمه المصدرون والمستوردون. قلت في تصدير واستيراد ليس في السلع والبضائع ولكن في الانسان وفي المبادئ. بنستورد اساتذه وخبراء في نواحي ماديه من اجل ان يقيموا لنا مكانه ويدربوا الجيش، لكن بمجرد حضورهم فإنهم يعملون وبسرعة على نفس مبادئ حملوها وأمروا أن يبثوها بأية طريقة. والمصدرون أبناؤنا، نصدرهم إلى البلاد الأخرى. فنظر من ان ياتوا مدرجين في العلوم التي تبذلوا من اجلها وما تحتاجه بلادنا من عمران وبناء مادي للامه، اذا بهم يحملون المبادئ الهرجانه والانحراف والانحلال والميوعة والخنوسة وكل أقدار الغرب والشرق، كل الأقدار. يعني لا يحملون مبدأ سليما، لا يحمل الرجولة، لا يحمل الغيرة، لا يحمل الوفاء، لا يحمل الكرامة. لما أول ما يجي تجد الدنسة على كل جواب ترقص. ليه؟ قال لك لأنها تعلمت في أوروبا وأمريكا. البنت طالعة عريانة، أول ولد يجي يستضيفها ويعجبها تمد إيدها له أمام أبوها وأمها وتاخد وتسميها فيها. رايحة على فين؟ هي حرة، ما تسألنيش. ويرد الراجل بكل جراءة ووقاحة يقول إحنا ما تعلمناش الحرية ولا المدنية، هذه هي المدنية. أنا انتظر من هذا الأستاذ اللي يبنينا أي شيء، يبني الشباب، يبني الرجولة، يبني الحمية،
يبني مكانه يعمل اي حاجه فاذا به يظل فاتها ساقطا. ثم يدرس التفاهه والسقوط لابنائنا. المواد الاساسيه التي ابتعث من اجلها ضاعت وتاه. فاغرم بالمظاهر، اغرم بالتواصل وخلاص ودي من الكلام. هذا الكلام وهو موضوع المصدرين والمستوردين وخطورة هؤلاء وهؤلاء ظهر يوم الجمعة الماضي في مقال في جريدة الصدف لدكتور مظلم مقتول محسوب على الجمعة اسمه الدكتور حسين مؤمن. حسين مؤمن يبدو انه كان اما شرب كثير زيادة عن اللزوم واما كان محتاج لان يدخل في ليلة دنيا مستشفى الامراض العصبية واما هو جالس في جلسة من ليالي حمرة بتاعتهم ما هو جارب نفسه. فاذا بالمقال لا هو كلام موضوع ولا هو كلام استاذ جامعي ولا هو كلام انسان من الشارع ولا هو كلام في صالح المرأة ولا هو كلام له اي طعم على الاطلاق. ازاي الاستاذ الجامعي يظهر انه منكوب او من الجماعة اللي بينادوا بحسنة المرأة وطبعا معروف لما يكون اي استاذ من الاساتذة الجامعيين يجد ان الشباب الجامعي من حوله اصبح شباب مسلم وهناك بنات مسلمات وهو متجوز واحدة مثلا فرنسية او انجليزية او امريكية شيعية ملحدة فبنت سلعة على نفس النمط وحياته كلها بالشكل ده وراجل كل عمره بيعيش عيسى قذرة فبمجرد ما يظهر اي شباب نظيف في الجامعة او اي بنات طبعا ضروري يحمل لواء الهجوم على هذا الشباب. فبدأ يتكلم وإذا بيه يقول إيه؟ اسمع فيه. أنا كان يهمني إن أنا أجيب المقال وأقرأه. أنا كنت نفسي إن هذا المقال يطبع في منشورات ويوزع على كما هو على جميع المدرسين وجميع الطلبة ويوزع على الأمير والوزراء. وقال لهم هذه عينة من الذين يدرسون لأبنائنا وهو أستاذ التاريخ والتاريخ الإسلامي في كلية آداب جامعة القيس. راجل يقول يا جماعة من قال لكم إن المرأة ليست شريفة؟ المرأة شريفة، المرأة عفيفة، المرأة شريفة بس بعيدة عنها، المرأة فين؟ وبعدين يقول نفس الرجل أنا وأنا صغير كنت بعيش في شتى الغرية هناك في ضرب التحتيين يعني في شارع شعبي وفي ضرب شعبي يعني في حي الفقراء. فكانت البنت والمرأة زمان طبعا كانت تلف نفسها بالمناء ثم يمر البائع فتجري البنات والنسوان وراء البائع. شوف الكلام يعني البياعين هناك دول بيمر في الساعة الواحدة 50 بائع فتجري التصوير فيجرين وراءه
ويدخلن الحجرات المظلمة وهنالك يحدث ما يحدث. وانا كنت بتفرج. الله، انت يا استاذ الجامعة ايها المحرك الساكن المجرم، انا بسجلها، بتقول دعي المرأة بسريفة، وانت حضرتك تيجي تقول انها بتجرى ورا الدنيا وتعمل الفاحشة، يبقى كلامك انت ضد كلامك انت. لكن حضرتك عاوز نقول ايه؟ ان المرأة العارية اسرف من المرأة المتلفلفة، ان المرأة السافرة اسرف من المرأة التي تلبس العباءة، ان المرأة التي تلبس العباءة امرأة تبحث عن رجل وتعيش في الزنا وتقع في الفواحش. هذا معنى السلام. ما كنت انتظر ان الكوفيين يفوتوا السلام اللي بيتقال ده، لان اللي بتلبس المياه هناك هي اللي بتلبس العباءة هنا. ولم يعرف الاستاذ الجميل ان ملابسة العباءة ذكرها اطرف منه الف مرة، ويجب ان يفهم ذلك. هذا الكلام اللي يقوله استاذ انت سيا استاذ الجامعة يقول لماذا تتكلمون؟ هناك ناس يحاربون خروج المرأة ويحاربون عمل المرأة. من يحارب خروج المرأة؟ هذا الرجل بيعيش في العالم ولا بيعيش في المريخ؟ على كوكب الارض ولا بيعيش في كوكب المريخ؟ طيب ما كل هو عنده الفتاه المسلمه موجوده في الجامع، والفتاه المسلمه موجوده في الشارع وموجوده في كل مكان، يبقى منع خروجها كيف؟ منع عمل المراه موجود الفتاه المسلمه التي تعمل. مين اللي منع عملها؟ ومين اللي منع خروجها؟ وهل هذا طبيعي؟ ثم يقول الاستاذ تبقى ليه بتتكلموا عن العرض؟ وليه بتتكلموا عن الحسنة والحاجات دي كلها؟ ده احنا كنا اي حد بيسرع الحلاوة، احنا كنا كنت عضو في مجلس الفنون والآداب في القاهرة، واحنا عارفين انه كان من كبار المنافقين حين ابن وله اسوأ الاثار. ثم جلسنا نحن اعضاء مجلس الفنون والاداب، اعضاء مجلس افلام العارية والفجور المعروض على الناس بصور مخزية مجرية، ثم كنت جلسنا نتحدث عن الرقص السرسي، يعني الرقص بالبطن، البطن العاري والأجساد العارية. قال تبع دنيا، قال هذا عيب ما صحت نظهره. فقال له الآخرون يا سيد، مين يكره الجمال؟ مين يكره الحلاوة؟ قال تمثل قال لا احد يكره الجمال. وبعد ما يقول الكلام ده يقول يا ناس اتركوا المرأة، يعني ايه؟ يعني اتركها ترقص ببطنها، اتركها تعري اجسادها، تعري بطنها، تعمل ما تشاء. بالله عليكم انا رأيي انا ما جبت الكلام لان الكلام قذر. وبعدين يقول شوف كثيرون جدا من علماء الدين علشان يخلي الموضوع بقى مظبوط، الذين يتكلمون عن المرأة ليس تحت عقولهم
لوجدتها مملوءة بالنساء. يعني ايه؟ يعني حضرتك دخلت قلوبهم وحضرت الاستاذ المجرم دخلت عقول الناس وقلت الكلام ده. وبعدين حضرتك بيقول انا اعرفهم جيدا. حضرتك تعرف مين؟ العالم العالم امثلات جالسه وهو يأمن ان يراك ولو رأيك لاستغفر ربك. والعالم الفاجر مثلك بئس انت وبئس هو. ما لو انت بتكتب في السورة النبوية عام العالم. فلو ان اي واحد يدعي العلم وكان مثلك فقد اجتمعت الخنازير بعضها مع بعض. فما تزيدون الامر الا تفاق وسقوطا وضلالا. اذا هذه الجامعات وهؤلاء اساتذتها وما رد عليه احد. طلع رد في البلاغ في مجلة المجتمع لكن شفت الرد طلع مريض وتعبان. ليس هذا هو الرد. يظهر ان احنا بنتفاعل وبنرجع لورا حين يظهر استاذ بالشكل ده ويضرب الاسلام هذه الضربات. نايمين احنا نايمين. بدل ما نعرض فضائحه بدل ما نعرض خزاياه ونقول اتفضلوا وكمل كده كل الضرائب. لا نطلعها بالصوره التعبانه وتمر الامور وكاننا استسلمنا. وان غدا لناظره قريب وتيسر ما هو اسوا. كيف بك ندخل على مدى كلمة المال المرة الماضية كلمة عن المال وأنه ضرورة من ضرورات الحياة وأنه قيام الناس. وكلمة عن المال وأنه زينة وجمال في الحياة وكما هو مطلوب لانه ضروره فالمال ايضا ليس قبيحا حين يكون زينه فهو مطلوب كضروره ومرغوب كزينه. والله تعالى لم يحرم علينا التزين به بل تفضل الله علينا وبين ان من نعمه انه جعل المال زينة لنا وقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. يعني عمل الاعمال الصالحة التي تبقى خير لكم. والاعمال الصالحة نعملها منين؟ نعملها من المال كما نعملها من غير المال. طيب هل المال له ابواب؟ لما نيجي احنا للقران نجد ان الله تعالى يبين ان المال انما اموالكم واولادكم فتنه. ان المال فتنه ومعنى فتنه يعني اختبار وامتحان. بمعنى فتنه. وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه. يعني الله يصيبكم بالشر ليمتحنكم ويصيبكم ويعطيكم الخير ليمتحنكم ايضا. فالصحه امتحان والمال امتحان والجاه والمناصب امتحان والاولاد امتحان الى اخره. فمن نجح في الامتحان فله الحسنى في الدنيا والآخرة ومن سقط في الامتحان فله والعياذ بالله سوء في الدنيا والآخرة. المال إذن امتحان. لكن الذين يسقطون بامتحان المال بسبب امتحان المال كثيرون. ما هي أنواع السقوط؟
التي تحدث بسبب المال؟ أو ما هي الأضرار التي تحدث بسبب المال؟ الأخذ عندك الآن، المال الموجود عندك أضراره كما ذكر في القرآن الكريم أخذا من تحت الآيات العديدة ستتكلم عنها. أضراره هي الآتي: أولا، المال يطغي صاحبك، يطغي الإنسان، ومعنى يطغيه يجعله يتعدى حدود الله، لا يقف عند الحدود. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالإنسان إذا استغنى بالمال لا يقف عند حد الواجب، ولكن تراه يبدأ يتخذ خطوات ضد الحقيقة وضد الفضائل وضد الإنسانية وضد مصلحة نفسه. وأنت لو أردت أن تدرس الطغاة على وجه الأرض فإنك لا تجد طاغيا إلا بأحد سببين: السبب الأول المال، السبب الثاني المنصب. فالمنصب يطغي والمال يطغي، وقد جمع فرعون الأمرين وكان جمعهما زيادة طغيان له، فقال: أنا لي ملك مصر، وهذا هو المنصب، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ وهذا هو النظر إلى جانب الملكية المالية. ولذلك لما أراد يبين أنه أحسن، قال يعني ما أكون كده راجل عندي أنا ملك، لكن سوف عندي يدي فيها أساور من ذهب، وكمان رقبت فيها عقود من ذهب، والبيوت بتاعتي فيها أسرة من ذهب. ولذلك قال موسى مانع أي حاجة منه، ليس معه قوة المنصب والتابعين له، وليس معه قوة المال، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مكترين. الأسورة اللي من ذهب يبقى غلط، مجيء الملائكة معه يبقى ذات ثامن بالملائكة. والدعوة دي دخلت على الناس يسالوا منها، ولذلك القرآن قال: فاستخف قومه فأطاعوه. يعني ايه؟ ضحك على عقلهم فمشوا وراه. هذا كان ابتداء. ده المرحلة اللي بعدها مرحلة انا ربكم الاعلى، جاءت بعد مرحلة ما أسعر الآخرين أن له فضل الملك وله فضل المال. إذن المال يطغي، لا شك في ذلك. المال بالنسبة لقارون كان له خلقين. قارون كان فقيرا، فعلم صنعة للسيماوية يستطيع أن يستدر به مالا، وما زال يغتنم حتى كانت مفاتيح الخزائن إذا حملها
تسعه رجال يبعثون عن حملها المفاتيح، ما ان مفاتيحه لا تنوء بالعصبه اولي القوه. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. فقال لا اسمعوا باكر، ده انت هتقعدوا تقولوا كما احسن الله اليك؟ من قال لكم ان ربكم احسن الي؟ قال ما تقول حكايه؟ قال انما اوتيكم على علم عندي، ده انا بكدي وسفارتي وفني وعلمي استطعت ان اكون هذا المال. يبقى ده ربنا مالوش دخل في العمليات دي، ومساله سفاره ومساله مراره وجدعنه. وبعدين وجد الناس سخرت منه اللي هم المؤمنين، اللي هم تتقاطع ونتكلم عنه بعد كده، سخروا منه. قال لا، هي المسألة هتسخر هيعملوها بقى ضحكة ويعملوني هزؤة وسخرية؟ لا، أنا كيف أوريهم؟ وكيف أوريهم دي الطبيعة بتحصل باستمرار عند الصغار؟ ان بيعرف ان اكثرية الشعب اكثرية عامية تأخذها المظاهر وتغريها الزينات والكسور. فاذا دي قال انا هشوف ايه اللي هعمله وخل ادوس الجماعة اللي عاملين انهم اصحاب افكار ومبادئ دول، وفعلا جاهز البغال والخيول والزينات اللي عنده كلها، وما عندها من سبم وحكم واتباع، ومن كل يركب وكل يضع الزينه. احنا طالعين النهارده هنعمل استعراض عام في البلد. فخرج على قومه في زينته، فلما راه الناس الغلابه اخرى قالوا يا ليس لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم المؤمنين ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. طبعا الجماعه المساكين قالوا بس مثل لنا ثواب الله. ويلقاها الا الصابرون. طبعا الجماعة المساكين قالوا بس مثل لنا ثواب الله ودين الله ومبادئ، احنا سلنا مبادئ، مهم العيال جعانين والست عايزة تنكسي وانا عايز برضه يبقى عندي ثلاجة وبوتاجاز وتلفزيون ملون وعندي سيارة اخر موديل، يعني بس في ايه ده؟ وكل هو اللي عايزه، وكل ما نيجي نتكلم تؤمنا دين الله واصبروا وصابروا ورابطوا. يا جماعة دي حاجة تبان ما انتوا شايفين، واحد بس كل زمنكم ايه اللي يعمل ايه؟ طب ما هو بيصور مخنا، لو كان حتى يظل بيتي ما يطلع يغرينا، ما يطلع بالشكل ده علشان يزيد من نفوسنا في نفوسنا الحسره. الناس باتوا في تعب، المؤمنين السابقون يحسون بألم يعني صعبان عليهم الاخرين دول، والاخرون يقولوا لا يا سيدك من الكلام ده، ده احنا بقى نعمل شريعه عشان نتقرب من قارون ونشوف ايه اللي احنا نعمله. ايه حتى لو كان التقرب في ذراع الاخلاق والدين والمروءه ما يهمش. ايه اللي حصل؟ تلكيني كله فاصبحوا واذا بالمنادي ينادي ارى ان قارون وارض قارون ودار قارون لا وجود لشيء من ذلك. اين هو؟ ما فيه. واذا بالاعلام الالهي فقصصنا به وبداره الارض وما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس اللي كانوا بيتكلموا امبارح يقولوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، اصبحوا يغيروا رايهم
يقول ايه يا خبر؟ وين عجبا كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء، يعني ربنا بيعطي المال لمن يريد بدون ان يكون اعطاء المال دليل رضا، وإن المال عمن يشاء بدون ان يكون المنع دليل غضب. سبحان والله ضرب دي شويه، بس لو كان في قرصين برضه تبقى احسن. يعني هذا يبقى المال اذا بيعطي هذا الجانب من الصيام. المال يا اخوة بيخلي اصحابه يحاولون تغيير الخصائص، اصحاب المال يحاولون تغيير الخصائص وتغيير المفاهيم. يعني ايه؟ تقدرت جدا يعني تجد عمة الشيخ محمد ابراهيم وسيد وعلي، عمة حرنكس وعمة عرب وكشكور قاعدين بيقرأوا في كتاب الله وسنة رسول الله، مسكين السيرة ومسكين كتب الصالحين، وعمالين يتكلموا عن العفة وعن المروءة والوفاء والأخلاق الحسنة. مجرد انت ما تطلع برا المسجد تقدر تسمع الناس بتقول لك يا عم اللي ما معاش ما يسوق كرسي، اللي ما معاش كرسي ما يسوقش كرسي، ان الغني اذا تكلم بالخطا قالوا اصبت وصدق ما قال، وإذا تقول أصاب قالوا كلهم أخطأت وهذا وقلت دلالة. يا جماعة أنا بتكلم صواب، لا بس فلان الغني قال غير كده يبقى كلامه صح. يا إخوانا طب اعرضوه على المنطق، حتى ولو كان ضد المنطق يبقى المنطق هو اللي غلط، ولو كان ضد العقل يبقى عقلكم محتاجة إلى إنها تتصلح. أنتوا بتتركوا ده اصل افكاركم قديمة، اصلكم راجعين، انتم راجعين متجمدين متعصبين. اما ايه الافكار؟ الافكار المسألة اني النهاردة انت ما بتعيش مرتين صدقة، يعني يجب ان نؤمن ان الله باع لغاية ما روح الجنة، لا عرفت دي افكاركم القديمة. انت ما بتعيش الا مرة واحدة، يعني ايه؟ يعني اتمتع وهيك واتصرف في كل من نفسك فيه اعمله، اطلع اصرف واسكت وعرضم واجري ورا البنات وطالب بالعرض وطالب بالاختلاف وطالب بالسفور، ما تخلي. ليه؟ لان ده عشان تتمتع. الطبيعية دي المدنية آية، دي بقى المدنية اللي بيصنعها الأبناء. والجماعة اللي بيتكلموا في المسجد كلام اللي بيطلعش بره، وكل ساهرين على ما ربنا يهديهم واحد. الجماعة دول أجهزة الإعلام يا فندم، تجد التلفزيون وتجد الصحف وتجد المجلات المصورة والمنحرفة والكتب والدواوين الشعرية والندوات والنوادي، كلهم بيتكلم. لو كلهم تعالوا نعرض كلامكم على الفضيلة او على العقل او على الدين يقولون لا، العقل ما قاله الغنى والمال، والدين ما حكم به الاغنياء. المروءة هي التي نقولها نحن، اما التعاريف والكلام بتاعك بتاع زمان ده سبوبة، ده احنا ما بنعرفه. وده اذا بتبتدي عن طريق المال تبتدي الحقائق تطمس وتبتدي مفاهيم جديدة تظهر وتبتدي كلمة الحضارة. ليس معنى الحضارة إقامة المصانع، وليس معنى الحضارة إنشاء البيت القوي والشباب القوي
والنصوص التي تحتمل الشده وتدافع عن الكرامه والعز. انما الحضاره شباب مكنس والده السلطان دماتي ودم سلامات دماتي وتسريحه دماتي وكمان صدر الوجه مثل البنات ومثل كمان قريبا من مثل في البيت ما تقدر تعرفه الا لما تشوفه من امام تعرف ان ده فالقريبه بيقولوا عليه ولد يقولون انه ولد اما كيف يولد ليكون ولدا ده شيء مش معقول هذا ما هو شكل ولد ابدا اذن هذه هي المدنيه ودي اللي اسمها الحضاره تجد الامه تسير الى هي وتلتم في كل يوم مره وتعيش في الذل والمهانه كيف تحارب ونحط رجل على رجل والساس على ايد اليمين والبنت على ايد الشمال يقول لك ايه يعني ودي مشكله لكن اذا كانت المساله حسب الحد انا يعني انا راجل يكفيني كتابه المقال والجلسه هذه الممتعه والهب نفوس الشعب والسياح الجماعه اللي مسابدين الاكل دول الفقراء والمساكين والغلابه الشعب المفتوح يطلع يحارب لان احنا هنا بنكتب له مقالات وبنكتب له على المنابر وبنقوم بدور معين كده جمعنا الحضاره اذا الحضاره في ذهنكم هي سقف الشعب من اجل ان تزدادوا في الرذيله ومن اجل ان تزدادوا في التمتع ومن اجل ان يزداد العدو احتلالا للارض وهبسا للعرض واضاعه للكرم تسأل تجد المساهيم دولة تحتفل بمولد النبي كل الدول المسماه بالاسلاميه بتحتفل بمولد النبي بعد ما بنخطب نجيب حفله راس وثلاث ايام المولد خد الافلام وخد المسارح والسينما المسارح وخد بيقولي ما كانش فيه بيقول على كم يدين يعني من جماعة عرفة ان فيه يوم يوم المولد يوم اجازة فيعملوا ايه بعت جابوا زجاجة يسكي كلفتني 100 دينار من الزجاجات المتوسطة في الحد كلفتني 100 دينار تماما انت عارف جابها ازاي ركب واحد بالطائرة راح البلد اللي خلصتها منها وجابها وجابها يبقى ركوب الطائرة فوق الحساب مش داخل في ثمن الزجاجة في الحساب دليل قال لأنهم طالعين البر في يوم منذ النبي فعشان يحتفلوا بذكرى منذ النبي يقوموا يشتروا واللي جاي بعد كده يجي نفسه إذن هذه المفاهيم من الذي سيطر بها على المجتمع تبحث عن الفقراء والمساكين لا لكن كما قال تعالى لما كان الوليد بن المغيرة بسبب كثرة ماله وكثرة اولاده قال الله كيف في سورة المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم قال الله في سورة نوح ولا تطع كل حلاف مهين هماز مساء بنميم مناع من خير معتد اثيم عقل بعد ذلك جنين وجنين فيها سلام ان انسان كل قبائح او انسان ابن زنا وبعدين يقول ان كان ذا مال وبنين
وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، لأنه عنده أموال وعنده أولاد، إذا باعته الحقائق طمس الحقائق وقال القرآن عبارة عن خرافات وحكايات كالحكايات التي تأتينا عن الأولين ولا أصل له. مثال لأنه ذو مال وبنين، أم كان ذا مال، يعني لأنه كان ذا مال ولولا المال الذي عنده ما قال ذلك، لأن المال جعل منه زعيما، والزعماء إما أن يأتوا عن طريق المال وإما أن يأتوا عن طريق البط والقوة حتى يستولوا على السلطة، ثم بعدين يأكلوا على المال ويسربوه إلى بنوك يسرى السرية اللي انت عارفينها. وقت الزعيم يقول أنا ما عنديش غير بيتي وبس وحضرتي برحمة لشهر لا أقل من 50 مليون دينار أو دولار تخصله في البنوك الأجنبية، وأنا أتحدى 90% من الزعماء انهم يسمحوا للصعود تفتش وراهم حيلقوهم خراب بيوت الشعب وملأوا خزائن اوروبا وسويسرا. معروفه الحكايه. فقال لانه غنيا طمس الحقائق. وعلى هذا الاساس تجد المشكله وجدت في صفه قصه ايضا هي فين القصه لما كان خباب بن الارض بيشتغل حداد، فعمل بعض الاشياء للعاصب الوائل، وكان العاصب كافر راح ياخد منه فلوس ما طلب، راح ياخد يمثله، وبعدين اخر مره قال اسمع يا خباب يسمت بتقوله ان فيه اكله، قال له اه، والناس الناس يأخذوا كل واحد حقه من غيره، قال نعم، قال بسيط، اذا ما ذهبنا الى الاخرة هو غير مؤمن بالاخرة، فانا هناك فيكون عندي نصف ما عندي في الدنيا الان، مالا يكون عندي مال واولاد، اعطيت من مالي يوم القيامة الذي تتحدثون عنه. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. والقصة الثانية قصة الرجلين اللي مذكورين قصتهم في سورة الكهف. يضرب لهم مثل الرجلين. ايه الحكاية؟ واحد اخوين، واحد منهم فقير والثاني غني، جعل الله له جنتين من اعناب، وقالوا حذفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما بين الجنتين نهرا. يعني ايه؟ حديقتان كبيرتان، حديقتان كبيرتان من الأعناق يحيط بكل من الحديقتين صف من النخيل عشان يسمي الشكل جميل، وبين الأعناق في الداخل في زرع صغير ده جرجير وكراس وبق مقدونس وخبز وحاجات من دي. فشوف الشكل او التصوير الجميل لحديقة، فهي يحيط بها النخيل ويستوي الاعناب من تحت النخيل ومن تحت العنب يوجد الزرع في المواضع اللي فوقها الشمس او اللي بتغطيها الشمس. فاخوه بدأ يعرض عليه الدين ويؤمن بالله، قال اسمع يا رب انت يستيقظني، قال له قال الدين ده اللي عايزين ينسائين ياكلوا، انما انا اكثر منك مالا واعز نفسا،
تعالى تعالى وريك عشان ما تتكلمش في الدين مرة تانية. فأنتوا تتكلمون في الدين إلا لأنكوا إيديكوا والصين نفسه يبقى هذا أنتم الفارغ تتكلموا في الدين. تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال انظر ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. وحتى على فرض يعني ان في قيامة لأجدن خيرا منها من خالة. فصاحبه بكل هدوء قال له اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هذا غلط. لكن انا هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. يعني اذا كنت انا دلوقتي انت راجل بتفكر بسبب الغنى وبتغير الحقائق وانت بدل ما تشكر الله على النعمة اتخذت موقف اخر. شوف ان كنت شايفني انا فقير الان ربنا هيعوضني خير بس انت يخفى عليك. قال يخفى علينا ايه؟ قال لي انا اخشى ان ياتيها حسبان من السماء. ربنا يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا جلدا او يصبح ماؤها غورا ولم تستطيع له طلب. يعني ايه؟ يعني يرسلها صاعقا من السماء يا اما الماء يغرقها ويكسبها او الماء اللي حولها يغير فلا تجد فتجف وتضيع. قالت انت دايما كده تعيش في الاوهام. يعني الدنيا اللي واقفه وحلوه دي الدنيا دي الاعناب دي النخيل ده في غمضة عين كده يصير المصادر اللي بقى دني ابني واحد واصبح هو واذا بالجنتين نزلت عليهما صاعقة من السماء فأحرقتهما. فصبح يبحث عن الجنتين ما في كل محترق. فأصبح يقلب كالسيف. ليه؟ اليسارة اللي أنفقت فيه فيقول يا ليتني لم أشرك يا ليتني ما ضليت يا ليتني ما سكت. يوم القرآن يقول ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. إذا هذه مصيبة المال يمكن احنا النهاردة بنجد علشان ندرس من حين يكون الشعب ضعيف الإيمان ضعيف المبادئ قليل الحصيلة في مبادئ الحق ومبادئ الرجولة ومبادئ الكرامة الموجودة في الإسلام نرى المسلمين أنفسهم يقعون ويتورطون. إذا جاء عمك حرمتك وهو فقير فقال فقومه يضرب به عرض الحق. أما إن جاء عمك كرقور وهو غني فلا يعرف من الإسلام قليلا ولا كثيرا لكن أكثر في الإسلام فقومه الحق لأن القوم معاه فلوس يقول عمك حرمتك ما معاه فلوس. فقوم معه أموال يبقى حق ولو كان باطلا وقوم ليس معه مال يبقى باطل ولو كان حقا. وبرضه كتير كما قلت اتورطوا فيه. وبرضه حتى بعض الاغنياء المسلمين فهموا ان الكلام ده صح ولقوا اللي بيمدحهم ولقوا اللي بيثني عليهم واللي بيلتف حولهم واللي بيعملهم كبار وعظماء فنفخوهم كما نفخ اصحاب فرعون. فما بقي الا ان يقولوا احنا اربابكم واصبح
بحيث ان سلمته تساوي 100,000 دينار اللي عنده. لكن كلمة الثاني تساوي 20 دينار اللي بيضرب في اخر الصف. من هنا اذا كان نفسنا مسلمين في الواقع انا بقلكم انا بيعجبني جدا بيجين المثل اللي احنا عارفينه عن بيجين الابريكي الذي كان يدور ببرميل ويحمل فانوسا بالنهار فقيل له لما تحمل الفانوس المصباح بالنهار فقال ابحث عن رجل فقيل له يا البرميل ما سأله قال انه بيتي اسكنه متى شئت واتركه متى شئت ويظلني من الشمس يا اما عن الحر يا البرد يعني بستغرب كده عن الناس فقال اسكندر المقدوني واراد ان يجعله وزيرا فوقف فلنسال في بيوجين الكلبي فقال يا بيوجين الا تعرفني فنظر اليه ثم قال اعرفك جيدا اتسمح ان تبعد عني لانك حدثت ضوء الشمس فقال لئن رضيت ان استوزرك يعني اجعلك وزيرا لاعطينك الكثير فقال انا ما حملت مصباحي الا لاسر من مئة امثالك وابحث عن امثالي انا مش بدور على كنت انا ببحث عن الرجاله دي في انا تكون المبادئ هي الاساس في التعامل اليس هذا هو الذي قاله الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم يا اخوه احنا لسه بنتفرج لما نيجي نسمع نصوص على مدى التاريخ البعيد نجد ان احنا الى الان بنعيش في هذا الجو اللي معاه منصب بيصير اله وهو يظن من نفسه ذلك واللي معاه مال بيصير اله يظن من نفسه ذلك والشعب وحده هو المسؤول هو الذي يؤلف وهو الذي يستطيع بكرامته وبمبادئه وباخلاقيته وبعزته ان يقول لصاحب المال وهو تاجر بل تاجر فاسق يقول له اخلع ثوب المال فلا رأيك الناس عاريا لرأي اقبح يد واسيب قلب واسوا مسير يجب معرفه على اسر وكذلك يجب ان يقال لصاحب المنصب حين يامر وينهى والعز ويذل من غير مبادئ ومن غير اصول يقال له ما انت الا وقت ركب من درع وكفاك قومك زينة لو كشفت عنك لعرف الناس حقيقتك. اذا المسألة ما هي بسيطة بالنسبة لهذا واذا عرفنا ان المال من هذه الوجهة بيغير الحقائق وجب الذكر في القرآن زي ما ذكرتلك يبقى احنا نحذر ان نقع سريسة التهويل الذي يأتي عن طريق المال يأتي في مستقى المال والعطول هنا برضو كده واخد جاي معنا ما حكم الصلاة اللي هي السفترة وقال صحيح ان رسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الغائب على النجاس بصححها كثير من العلماء وصلاة الغائب امر اكثر الفقهاء قال به افضل من الحديث ان رسول صلى على النجاس عليه الصلاة والسلام ركعتين صف قولية المصلية بعد صلاة العصر هل هي في فرض او مستحب؟ لا ركعتين الوتر ده سنة مؤكدة ليس فرضا الوتر الساسع سنة وليس فرضا
في شهر رمضان اذا جاء احدنا استقي هل يعتبر الصيام؟ لا، اللي يستقي يفصل منه سوء في رمضان رجع، يعني ما دام مفيش حاجه رجعت دخلت بخطوه السوء لا يفصل ما دام رغما عنه. ما رأت في الاحتفال بذكرى المولد النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كان الاحتفال ليس فيه منكر وفيه اسادة بذكر رسول عليه الصلاة والسلام الى اخره، فالمتأخرون من العلماء اجازوا ذلك، والبعض قال مستحب لان فرصة لرد الامة الى الله وايجاد زوجين. فانا شخصيا ارى ان هذا الرأي النهاردة مهم جدا، لان انت عايز توجد فرصة لتبليغ الاسلام، هو ما حد بيد فرصة، فاذا وجدت فرصة في بالمناسبات الدينية تبقى عال عشان تبلغ انت الدين وتعمل اجتماع للاسلام. اما اذا بدأنا نعمل منكرات وحاجات من دي بيبقى ده ممنوع، لان الحرام اذا دخل في سوء صار ده حرام نفسه.